قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. تعرضت الفنانة ريم أحمد إلى حادث مروع أمس الأربعاء 12/6/2019، كادت فيه أن تفقد حياتها هي وزوجها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتهما، حيث نشب في منزلهما حريق هائل. ونشرت ريم صورة من الحريق الذي نشب في منزلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله إننا بخير. وقد اندلع الحريق في المنزل الذي كان فارغا، وهو اعتبرته ريم إنقاذا من العناية الإلهية، ولم تكشف ريم عن سبب اندلاع النيران. يذكر أن ريم تشارك في مسرحية لعبة الست مع الفنان محمد صبحي صاحب الفضل عليها، حيث كانت بدايتها معه في مسلسل ونيس. زئردة دي ريم أحمد، وده الصورة اللي نشرتها للحريق الهائل، وهنشوف أسرار عنها وعن زوجها. وجسدت ريم وهي طفلة دور ابنة محمد صبحي الصغيرة هدى في مسلسل يوميات ونيس، وكان صبحي ينادي إليها بهدى الزئردة. دي هدى الشهيرة بالزئردة هنا وهي طفلة، وأما كبرت دي صور متفرقة ليها. أنا ما بقيت شابة. ثم قدمت بعض الأعمال الدرامية بعد ذلك إلى جانب المسرحيات التي شاركت فيها إلى جوار محمد صبحي، حتى وصلت إلى مرحلة الدراسة الجامعية بالمعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون. دي صورها مع محمد صبحي صاحب الفضل عليها، هو اللي قدمها في يوميات ونيس. من ناحية أخرى، كانت قد تعرضت الفنانة المصرية الشابة ريم أحمد لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها مباشرة لإحدى المستشفيات بشكل عاجل لتلقي العلاج. كانت راحت المستشفى مؤخرا، وكان قد كشف طه خليفة زوج ريم عن صور لها داخل المستشفى وأثناء تلقيها العلاج اللازم، وكتب تعليقا مصحوبا بالصورة. دي الصورة لإيدها وهي مركب فيها المحاليل، وكتب عليها: اللهم أنت الشافي المعافي، وطمأن الجمهور على استقرار حالتها الصحية في الوقت الحالي. دي صورتها مع جوزها طه. وكان قد ردد البعض أن حمل ريم في طفلها الأول هو السبب وراء الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرضت لها، خاصة أنها بذلت مجهودا كبيرا طوال الأيام الماضية من معرضها لهذا الأمر، لكن هذا الخبر لم يتم تأكيده أو نفيه حتى هذه اللحظة. وكانت قد تزوجت ريم أحمد من صديقها الفنان الشاب طه خليفة في شهر يناير، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم من بينهم محمد صبحي والإعلامية شريهان أبو الحسن. وهنشوف بعد كده موضوع ريماس الاحتراق المنزل وهي بالفيديو بتصرخ وبتولول. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل في منزلها. سأعطيكم أولا نبذة عما حدث، ثم نرى الفيديو صوت وصورة للفنانة بعد احتراق منزلها بالكامل، حيث تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة السعودية ريماس منصور وهي تبكي بشدة وتعبر عن شعورها بالهلع بعد احتراق منزلها بالكامل. وسمع صوتها الذي ترافق مع مشاهد من الحريق أثناء اعتراضها عن طريق الصراخ على تأخر وصول رجال الإطفاء. كما انتشر فيديو آخر أظهر احتراق المنزل بالكامل، وتبين أن الحريق حدث بسبب عطل كهربائي في التكييف. وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف مع الفنان الكثير من المتابعين، إلا أن الدفاع المدني في منطقة الرياض
رد على اتهام ريماس لرجاله بالتأخر من خلال بيان أصدره وجاء فيه أنه تم تلقي البلاغ عند الساعة 2:06 وأنهم حضروا عند الساعة 2:15 تقريبا، وأفاد بأنه تم إخلاء المبنى من دون أي إصابات، وأن الحريق نتج عن ماس كهربائي في سلك التكييف. وردا نشرت الفنانة على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات شعار الدفاع المدني، وأرفقته برسالة شكر واعتذار، وكتبت: أشكر الدفاع المدني، مقدر جهودكم الجبارة، والله يحفظكم من كل سوء، تضحون بأرواحكم من أجل الإنقاذ. وتابعت: بلحظة هلع وخوف وارتباك وصراخ من الحريق، كل دقيقة تمر على المتضرر كأنها ساعة وساعتين وثلاثة. الله لا يحط حد بمكاني، واللي جرب الحريق هو اللي بيحس بكل لحظة صارت فيني، والبيت يحترق، الله لا يفجعكم في من تحبون. وختمت: أنا دخلت على ماي اس تي سي، شفت سجل المكالمات الصادرة، أول اتصال كان 2:07، وآخر اتصال كان 2:13. أعتذر على كل شيء، ووقت الخوف والهلع والربكة والصراخ الدنيا تصير قدام الواحد سودة، ولا يشوف ولا يحس وش يقول. الله يجزاكم خير، ودمتم لنا أبطال الدفاع المدني. وإليكم الآن الفيديو. شقتي تنحرق ويقوم الكهرباء تقع على المطافي، ما يجون ما هم اكثر من نص ساعه، من نص ساعه تقع عليهم وساعه ما يجون. ليش كذا؟ ليش؟ وش المطافي؟ وش المطافي اللي ما تسمع؟ ادق عليهم ما يجون. الشقه كلها احترقت والمطافي لسه ما جاء، ادق عليهم ساعه ساعتين ما يجون. العالم كلها طلعت برا، وش عقبه؟ عقب ما انحرق البيت بعد ساعه يجون، بعد ساعه. العمليات انا اشتغلني في العمليات، انا يقول لك غرفه العمليات، ها يعني انه امي كانت نايمه واحترقت، كانت نايمه ما عاد عنها الا ريحه الا ريحه الدخان. يعني المفروض يصير في تطبيق ان اذا صار حريق يجون بسرعه، هذا المفروض انه يصير في تطبيق. الحمد لله ترق، الحمد لله شقتي تنحرق. وركب اساسا، ركب اسلاك ضعيفه، تسليك ضعيف، المفروض من البدايه اذا احترق معك من الاول. الحمد لله على كل حال، هذا المجلس احترق كله كامل، احترق الحمد لله على كل حال. اهم شيء سلامة امي وسلامتي، سلامة شغالاتنا الضعيفة. نقول الحمد لله على كل حال. اتبعت الفنانة اليمنية السعودية ريماس منصور أسلوبا جديدا للتعبير عن رغبتها في المشاركة بعمل فني أمام الفنان المصري عادل إمام. دي الفنانة السعودية ريماس منصور والفنان المصري عادل إمام. واستغلت ريماس منصور مقابلة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مع عادل إمام، والتي نشرت تفاصيلها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر لمطالبته بتحقيق حلمها بالوقوف أمام الزعيم. هنا عادل إمام مع تركي آل الشيخ. ونشرت الفنانة السعودية حوارا دار بينها وبين عادل إمام لم تذكر متى وأين حدث، تكشف فيه مطالبتها له بالعمل معه، لافتة إلى أنه لم يتعرف عليها لأنه لا يشاهد الأعمال الخليجية. واستغاثت ريماس بتركي آل الشيخ ليساعدها في الوقوف أمام النجم المصري، مشيرة إلى أن عادل إمام بحواره معها اشترط موافقة رئيس الهيئة الترفيه السعودية حتى تمثل أمامه. دي ريماس منصور. وكتبت ريماس منصور: ريماس، متى نمثل مع بعض يا عادل؟ عادل، انت مين؟ ريماس، انا ممثلة مشهورة بالسعودية، اسمي ريماس منصور. عادل، للأسف ما بتابعش كتير مسلسلات خليجية، بتمثلي من زمان يا ريماس؟
ريماس: أيوة، من 2007 أنا أمثل وكل أعمالي بالسعودية. عادل: هنشوف، وإذا وافق تركي آل الشيخ هنشتغل مع بعض. وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية قد شارك صورة له عبر حسابه على موقع تويتر جمعته بالفنان عادل إمام، ووقع مذكرة تفاهم مع المخرج والمنتج رامي إمام، تم الاتفاق خلالها على أن يكون هناك ظهور خاص للزعيم كضيف شرف بعمل فني. دي رماس لنفسها تمثل مع الزعيم. ده البوست اللي نشرته على حسابها.